عقدت خلية الأزمة في قضاء بلد اجتماعا موسعا في مبنى قائم مقامية القضاء لمناقشة قرارات تقضي بإغلاق جميع الأماكن التي تدعو إلى التجمعات وإلغاء إقامة مناسبات الأفراح والتعزية وإعادة فتح المحال التجارية والمطاعم المغلقة بنظام التوصيل فقط. التأكيد على ضرورة تثقيف المواطن وتوعيته من أجل تقليل من إصابة هذا الفيروس. اليوم لا يخفى على الجميع أن حجم الإصابة الموجودة المتفشي بالعالم كله، لا توجد علاجات لهكذا أمراض، ولكن الوقاية وتوعية المواطن وتكون جزء فعال من أجل حماية نفسه وحماية المجتمع هي الرسالة التي تبعثها للآخرين. إن شاء الله جادين بمتابعة الموضوع. السلامة والحفظ لكل أهلنا في محافظة صلاح الدين. كل المطاعم مغلقة وكل الكافيهات وكل الكازينوهات هي مغلقة حسب الأمر الديواني اللي صدر البارحة. تفتح المطاعم بخدمة التوصيل المجاني فقط. شعبة الرقابة الصحية أصدرت مجموعة من القرارات بعدم فتح المطاعم إلا بعد الحصول على إجازة صحية نافذة لغاية 1/1/2021، بالإضافة إلى يجب أن يكون عمال المطاعم حاصلين على بطاقة الفحص الطبي. اجتماع بث ثمرة النصائح الموجهة إلى المواطن وضرورة تثقيفه وتوعيته من خلال الكوادر الصحية والمنظمات التوعوية. كانت قرارات جيدة وتلبية سريعة، إلغاء جميع الفواتح المناسبات الاجتماعية، تأييد وتشجيع اتخاذ الإجراءات الصحية، السيطرات، فحص الوافدين، حتى أهل المدينة إذا يخرجون برا المدينة من يرجعون يتم فحصهم. هذه إجراءات طبيعية لتجاوز هذه المرحلة، مرحلة الأزمة اللي يمر بها البلد. خلية الأزمة في قضاء بلد بخصوص انتشار مرض كورونا، ضم السيد النائب الأول محافظ صلاح الدين رئيس خلية الأزمة في جنوب محافظة صلاح الدين، السيد القائم مقام رئيس خلية الأزمة في قضاء بلد، وكافة شيوخ عشائر القضاء. تطرق حقيقة هذا الاجتماع وهو اجتماع مهم جدا، حضره طبعا المختصين من مدير مستشفى بلد وقطاع الرعاية الصحية الأولية وكافة مدراء الدوائر المعنيين بهذا الموضوع حقيقة لتطبيق التعليمات الصادرة من خلية الأزمة المركزية وخلية الأزمة في محافظة صلاح الدين. وتشهد جميع مدن صلاح الدين انتشارا موسعا للفرق الطبية التي باتت العيون الساهرة من أجل احتواء ومنع لانتشار الأمراض المعدية بعد التوجيه من قبل محافظها الدكتور عمار جبر باستنفار كل الدوائر المعنية. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، صلاح الدين الفضائية.